تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد تدشين المستشفى الجديد بيتينا في صفاقس صباح اليوم ليكون مركزاً طبياً وطنياً للتكفل بمرضى كوفيد-19. وتشرف على هذا المستشفى الذي أنجز في إطار التعاون التونسي الصيني وزارة الدفاع. وقد تابع رئيس الجمهورية عرضاً حول هذه المؤسسة الصحية ومختلف مكوناتها، مطلعاً على مختلف الأقسام والخدمات التي يقدمها كغرف الإنعاش والإقامة التابعة لقسمي الأعصاب والاستعجالي. وتبلغ كلفة إنجاز هذا المستشفى حوالي 200 مليون دينار.